مرحبا أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بأولى حلقات برنامجنا سوان الطبي، البرنامج اللي يهدف للتوعية الطبية بالمجتمع. أول ما رح نبدأ رح نحكي ليش سميناه سوان الطبي، هو اختصار بالإنجليزية لكلمة Safe World Aesthetic Network، وهو عبارة عن ترند عالمي بهدف الآن لزيادة الوعي بالأسرة والمجتمع لكل الأمور الطبية وتجنب الأخطاء الطبية الشائعة. طبعاً رح نبدأ فقرتنا بضيف مميز الدكتور ناصر الحسبان، استشاري أمراض النسائية. أهلا وسهلا دكتور ناصر. بدنا نشوف أنا وياك سؤال الشارع. نعم أنا موضوعنا خلينا نشوفه. الهرمونات بتلعب دور كبير في وظائفنا الحيوية، اختلال بسيط فيها بيأثر تأثير كبير على الصحة الجسدية والنفسية خصوصا عند النساء. هل الناس عندها الوعي الكافي بما يخص هالموضوع؟ خلونا نشوف. لخبطة الهرمونات يعني بعرف انها هي مرتبطة بعمر معين، بعد مثلا سن الأربعين بيصير لخبطات في جسم المرأة، يعني بيكون انه بلشت بسن الأمل، ناس نحكي سن اليأس، و بتخيل هو بس هيك يعني مرتبط بهذا الاشي. ممكن يكون مرتبط اوقات بالسمنة، يعني مش شرط يكون برضو بالعمر، وممكن يأثر على الحمل، ممكن يأثر على حتى مزاج الست، بيأثر على اشياء كتيرة يعني في لخبطات لهاي في الضعف، في النصاحة، في الغدد الدرقية. فبتخيل هذا يعني الاشياء اللي ممكن تأثر عليها. اوكي ممكن عقم، ممكن حالة نفسية تتغير نفسيتها. بتأثر على الشكل النفسي اكتر من الجسدي، هيك بفكر يعني. ممكن بتأثر على من ناحية التفكير، من ناحية العصبية، وهاي الأمور يعني. والله مش كتير عندي معلومات أنا، بس بعرف إنه بعد سن اليأس بصير عندها خربطة هرمونات، بس إيش بصير بالضبط والله ما بعرف. ممكن تسبب لها يعني أمور خفيفة، يعني مو أمور يعني كبيرة، يعني شغلة الهرمونات هي سبحان الله أنسلة عند المرأة تتخربط بجسمها. اهلا دكتور مره ثانيه. ابن مهلي تسلم. مثل ما شفنا احنا بسؤال الشارع انه الناس يعني تكيس المبايض هو منتشر، لكن الناس مش فاهمه شو بالضبط تكيس المبايض او شو اثاره، فبدنا نعرف شو تكيس المبايض. والشغله اول شغله انا يعني انا معجب بانه ستاتنا عندهم يعني فكره يمكن عن تكيس المبايض لخبط الهرمونات اكثر من الرجال، يعني هيك لاحظت الرجال يمكن يعني شوي راحوا شوي يعني عن الطريق، بينما الستات كلياتهم الغالبيه منهم عم بيحكوا عن نفس الموضوع، لخبطه هرمونيه بالضبط، تاثير على الجسم، تاثير على العقم، تاثير على النفسيه، وهذه انا حبيتها جدا منهم كثير. لخبطه يعني خلينا نحكي اللي هو يعني الهرمونات اللي اكثر الناس والغالبيه منهم يفكروه من المبايض هو فقط، هي لا من المبايض والغدد فوق الكظريه وممكن من ادويه معينه حتى، كلها بتؤدي لنفس الأعراض تقريبا. نعم تقريبا. هلا تكيس المبايض اللي 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 اول ست يمكن او الثاني حكت عنه هو هو شائع جدا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل 12% من الستات عندهم متلازمة تكيس المبايض، وليس تكيس المبايض العادي اللي بنشوفه على الجهاز. هذه نقطة كتير حساسة ومهمة جدا وحاب انا احكيها من خلالكم من خلال هالبرنامج الحلو هذا. مش كل ست في عندها تكيس على المبيض على الجهاز على الالتراساوند سكان هي عندها متلازمة تكيس المبايض. نعم. والسبب في ذلك 40% تقريبا من 30-40% من الستات لو بدي اعمل لهم التراساوند سكان راح الاقي في نوع من التكيس على المبيض بصورة طبيعية فقط من 3-8% تقريبا. انه وفي امريكا 12% اللي عندها المتلازمة، والمتلازمة اللي عندها الاعراض لخبطة في الإباضة، لخبطة في الدورة، عندها زيادة في الهرمونات الذكرية، ماشي، بالإضافة إلى صورة على الجهاز عندها تكيس على المبايض. هلا في كرايتيريا جديدة لتشخيصهم، روتردام كرايتيريا، هي جديدة وقديمة، كل التصنيفات بتلف وتدور، بنرجع لروتردام كرايتيريا. روتردام هي مدينة حلوة بالنيدرلاند. روتردام كرايتيريا قالت لك لازم يكون عندك 2 out of 3، تنتين من 3 من الأعراض اللي هم يا يعني لخبطة في الدورة أو عدم يعني حدوث الدورة ناتج عن لخبطة في الإباضة أو عدم الإباضة، زائد الأعراض الناتجة عن زيادة الهرمونات الذكرية أو تكيس المبايض على الجهاز، تنين من هذول الثلاث لازم يكون موجودين.
شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لا يوجد داعي، ليس من الضرورة إني أعمل صورة. تسمعني إذن الآن إذا كان في عندي أنا 2 out of 3 إذا كانوا بالأعراض، إذا اللاب تيست والراديو الأشعة مش ضرورية جدا، مش ضرورية مش يعني ضروري. أنا أستطيع، يعني إحنا بنحكي على الأعراض، أنا أستطيع في عندي كيس، في عندي أنا أستطيع أن أشخص المريضة وهي داخل علي على العيادة، بس أشوف إنها وزنها كتير ووجهها عليه شعر، بس تحكي لي عندي دورة أنا ملخبطة أو ما تجيني الدورة. أنا بالنسبة لي تشخيص سريري كلينيكال على الأغلبية بدون ما أوصل للمختبر ولا هذولا كلياتهم to confirm things later on. ممكن أطلب لها أنا فحوصات كثيرة ماشي، وممكن أشوفها على الجهاز أكيد، بس سريريا هي عندها تكيس على المبايض. طيب ننسى دكتور المشاكل اللي تحسها المرأة النسائية بشكل عام، الآن كيف أنت بدك توعي المرأة أنه رح يصير معك 1-2-3-4 الشغلات اللي هي ما بتعرف عنها واللي إلها consequence مضاعفات بالمستقبل رح تكون سيئة هي ما بتعرف عنها. يعني هي بتجي بتحكي لك أنا وزني زاد، بس هي ما بتعرف بالمستقبل أنه رح يصير في عندها مثلا osteoporosis تهشاشة عظام مثلا من وراء الموضوع، أو رح يصير في عندها قلة بالخصوبة على الفترة المستقبلية. كل الستات اللي بيجوا بزيادة بالوزن ولخبطة على يعني في الإباضة أو لخبطة في الدورة، بالذات إذا عندهم زيادة في الوزن، زيادة الوزن صفوان بالنسبة إن بجميع مناحي الحياة هي بري يعني detrimental نسميها إشي كاتاستروفيك، إشي يعني إشي مرضي. هلا بالنسبة إن في تكيس المبايض، يعني بالنسبة إن الكورنرستون أو حجر الأساس في العلاج هو تخفيف الوزن وتخفيفه بشكل عنيف. أنا دائما الستات لما يجوا علي بحكي لها إذا أنت وزنك ومؤشر الوزن عالي جدا، أنا بدي أياك من اليوم وبشكل طارئ اليوم من عندي ابتداء من العيادة من هنا، إذا أنت نازل على الكافتيريا بدك تأكلي شيبس وبدك تأكلي قطعة يعني شوكولاتة، بليز بدليهم بقزازة مي بس. طيب دكتور الرابط، بس أنا بهذا الموضوع وكنت لسه بدي أسألك إياه، الرابط ما بين البوليسيستيك أوفري اللي هو التكيس المبايض أو متلازمة، وما بين التعرض للسكري بالمستقبل أو الجلوكوز انتولرنس، نعم، أو إن زيادة الإنسولين، نعم. فبس نعم. الرابط إحنا مش فاهمينه كيف. الرابط هو ليس رابط عادي، هو رابط قوي جدا أكثر ما نتصور. هل في من يعني نظريات القوية جدا لتكيس المبايض هو المستقبل لهرمون الإنسولين غير شغال لأسباب ممكن تكون وراثية أو جينية، بيؤدي لزيادة عالية في الإنسولين بالدم، بيؤدي لزيادة في السكر، وهذا الحكي بيؤدي إلى زيادة later on بزيادة بالدهنيات والتسبب في مشاكل كثيرة جدا، من أهمها السكري من النوع الثاني وأمراض الشرايين والأوعية الدموية. إشارة هذا الموضوع أتوقع فيه كان من الجمهور عندنا سؤال على موضوع تكيس المبايض. دكتور كنت بدي أسأل، أنت ذكرت أنه السمنة إلها علاقة مرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض، الرياضة ممكن أنه يكون إلها سبب بعلاجها؟ الرياضة هي واحدة من الشغلات المهمة جدا اللي بننصح كل ست فيها كجزء من 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 الشغل اللي راح تشتغله هي على تخفيف الوزن، نمبر 1 اللي هو الرياضة. وأنا يعني كل الستات عندي بالعيادة والصبايا بالذات بنصحهم بشكل يعني قوي جدا، امشوا وامشوا ثم امشوا، ما في عذر، ما في حدا عنده عذر انه ما يمشي. المشي هلا بنظم من هرمون الانسولين، بنظم من السكر في الدم، بخفف من ماشي الوزن، وبغير حتى النفسية. طيب دكتور هسه الآن احنا طبعا مرتبط الموضوع بموضوعين مهمين اللي هو حب الشباب بيصير بالأكياس بالتكيس، واثنين اللي هو سقوط الشعر، شعر وزيادة الشعر، نمو الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها، نعم، وتساقطه من الأماكن المطلوبة. يعني الجلدية هاي بنعاني منها دائما، احنا بنشوف المريضات نوديهم للنسائية برضو بيرجعوا لنا عشان برضو نأكد الموضوع. الآن شو نسبة المرضى اللي بتعرضوا لهذا الموضوع؟ يعني هل إذا كان المريضة استنت على حالها مثلا سنة 2-3 ممكن يصير في عندها هاي الأمور irreversible، ما راح ترجع، راح تظلها مثل ما هي، شعرها اللي راح ما راح يرجع؟ إذا حصلحنا الهرمونات هل الأمور راح تتصلح زي الوزن؟ مستويات الهرمونية
في عمر الإنجاب، وأن المبيض يصنع البويضات ولكن لا يكون قادرا على طرحها، فيتكون مثل الكويسات الصغيرة فيه، ويتراوح قطرها بين 2 إلى 5 ملم كما يظهر بالسونوغرام، والتي تحدث بسبب زيادة هرمون الأندروجين وهرمونات في جسدنا تتولى تنظيم الآلاف من العمليات. إذا كان لدينا خلل في الهرمونات سيكون لدينا خلل في باقي الجسم أيضا. خلل الهرمونات يسبب عدة أمراض. لا يوجد هناك فحص معين لتشخيص تكيس المبايض في مرحلة مبكرة، ولكن هناك أعراض ومشاكل تظهر مثل حب الشباب، سكر الحمل، الإجهاضات والولادة المبكرة، زيادة نمو الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم كالرقبة والصدر والظهر، ومشاكل في التنفس أثناء النوم، اكتئاب وعصبية، ومشاكل تتعلق بالشهية للطعام، ارتفاع في ضغط الدم، بشرة دهنية أكثر، تساقط ومشاكل في شعر الرأس، عدم انتظام في الدورة الشهرية ومدتها، وزيادة في الوزن، ومشاكل في الخصوبة والتي تعاني منها أكثر من 4 مليون امرأة تقريبا. إذا كنت تعاني من تكيس المبايض فعليك أن تعرفي أنها تزيد من احتمالية حدوث أمراض أخرى مثل الجلطة الدماغية وأمراض القلب والسكري. هذه الأمراض يزداد احتمال حدوثها عند النساء اللواتي لديهن خلل في نظام الغدد الصماء مقارنة بغيرهن. الدراسات أظهرت أنها تزيد من احتمالية حدوث سرطانات في بطانة الرحم، قد تقلل من فرصة حدوث الحمل، ولكن ستكونين قادرة على الإنجاب، لكن ستزداد المشاكل أثناء الحمل وخلال الولادة، وقد تكونين عرضة لمشكلة تسمم الحمل أكثر من غيرك من النساء. أن يكون لديك تكيس مبايض ومعاملة الأمر كأنه طبيعي وليس بمشكلة سيكون له ثمن، لذلك يجب عليك مراجعة طبيب نسائية. سيسألك الطبيب عن تاريخك المرضي وعن الأعراض واستمراريتها، ومن ثم سيقوم بالتشخيص وتحديد الخطوة التالية. قد يتم وصف بعض الأدوية التي تساعد على الإباضة. قد تشعرين بالإحباط في البداية، ولكن يمكنك القيام بعدة أشياء من شأنها تحسين مزاجك والتقليل من الأعراض، مثل اليوغا والتأمل مثلا، فهي فعالة جدا، وينصح الخبراء ب 150 دقيقة من التمارين أسبوعيا. يوجد العديد من الناس ليس لديهم أي فكرة عن ما هي تكيس المبايض وكيف يتم تشخيصها. الآن هو دورك في توعيتهم.